كمين. أكيد إرهابيين. تفضل. خير يا معلم. البير عم يقلي انه راح لمحل ظافر وما لقى حدا. لكن ليش تأخروا لحتى رجعوا؟ رحت مع جماعتي على المخيم بس ما لقينا حدا. كل شي لقيناه هو اغراضهم، حتى تيابهم مؤخدين معهم. بعتقد انه في شي خلى ظافر يطلع مستعجل. فيك توضح لي اكتر؟ مو انت اللي قلت لي انك حاطط زلمتك بشاحنة القنابل وانه هو بيقدر يساعدني؟ وانا بالفعل رحت لعنده. امتى تفاجأت بظافر؟ وكمان قلت لي انه في رجال بالمخيم بيكرهوا لظافر، فقلت لحالي بستفيد منهم، وكمان ما لقيتهم. فيك توضح لي ليش هيك صار معي؟ منوضحها ليش لا؟ الخطة فشلت بسببك انت. صحيح حملت حالك ورحت لعند زلمتي، ومن فهمك ما انتبهت انك مراقب، وفوق اتأخرت باقتحام المخيم. بكفي. ظافر ما رح يقدر يتخبى فترة طويلة ورح يرجع على الساحة. وقتها خليني اشوفكن. والله رفقاتنا مناح، لولا الله ولولاهن أبصر شو كان صار. بس من اليوم ورايح بدنا نعتمد على نفسنا. قوة، سلاح فتاك وفعال بظل هالظروف الصعبة. ومنقدر نعتمد على حالنا بوجود شخص مثل مراد على المدار؟ إذا فكر إنه يوقف بوشنا ونحن نوقف بوشه يا حسين، ما لنا قصيرين حربي. طيب رح اجي معك. افترض واجهنا وميماتي بتتوقع يتركنا؟ انتو تركوا هالشغلة علي. ميماتي مو على رأس كل عمليات النقل. امتى رح يبلشوا بعمليات النقل؟ الليلة هي
معلم، المتاجرة بالناس هي فهمناها، بس شو هدف هالمنظمة من تجارة الأعضاء البشرية؟ هدف الرئيسي المصاري، وبيبيعوا النسوان معلم. ايه مو معقول هالشي، وشو بيمنعون؟ هدول الناس مستلمين أعمال كبيرة بأوروبا. شو عرفك بالمنظمة؟ شو عرفك بأعمالك؟ مفكر كل الناس مثلك؟ ما دامك بتعرف احكي. يعني عبد الحي بتحقق مع زلمة مورو، بتحاول تضغط عليه وبتحفظ كل كلمة وجملة بيقولها، بلكي منقدر نوصل لشي علامة. أمرك معلم. معلم بدي أسألك سؤال، نحن عم نشتغل لنساعد العائلات، ليش عم نتدخل بشغل المنظمات؟ شو رح نستفيد؟ إذا بدنا نساعد هاي العائلات لازم نقضي على هالمنظمات، ولنقضي عليها لازم يكون في شخص يترأس العيال ويحل مشاكلهم، لأنه المشاكل مفتاح القتل، والقتل طريق بيودي للموت، والموت بينوجد بوجود السلاح، والسلاح بده عملة لينشرها، وإذا في عملة في قوة، واللي بيمتلك هالقوة مستعد يعمل حرب. رتبت البيت؟ رتبته منيح وصار جاهز، بس بشوف انه ندور على بيت تاني غير هاد، لانه المنطقة اللي فيها البيت مكشوفة بلا ما نورط حالنا بشي قصة. مشطت المنطقة ولقيتها مناسبة كتير. ما عم لاقي دكتور تخدير. شو يعني ما عم تلاقي دكتور تخدير؟ يعني عم يطلبوا مبالغ كبيرة. يا عم نطلع أرواح الناس وما عم ناخد ليرة، وهني على قبر التخدير بدهم ينهبونا؟ هني مو بس عم يخدروا، عم يحيوا الناس. هيك لكن. طيب شو رأيك تعلمنا التخدير؟ فكر شغلة سهلة، أي غلطة بيموت المريض. لكن أعطيهم يلي بدهم إياه، وفهمهم إذا حدا بيزعجني ما رح ياخد ولا ليرة، وقلن السرية كتير عندي مهمة. شغلنا ما بيتحمل غلطة. يمكن لهلا ما جبت الكلية اللي قلت لك عنها، مو هيك؟ اسمع، زلمة اجا من آخر أوروبا لهون، ومو معقول قل له ما في كلية، حاول تدبرها. في عندي متبرع مناسب، عم ببذل جهدي لأقنعه، إن شاء الله يرضى معي. وافترض إنه ما رضي يتبرع، بدور على غيره. بلا ما نضيع الوقت، روح. توبال، بدي اياك تضل بعيد بهالفترة، يعني إذا صار شيء بيروح فيه الدكتور بس، تعرف أنت غالي. شكراً. شكراً لك. أربع منظمات، وكل واحدة من هالمنظمات مسنودة بجهة من استخبارات الدولة، ويلي بتطلبوا منهم بينفذوه، يلي عنده معلومة يقولها لأنه ممكن تفيدنا. العائلات الأربعة بيقعدوا على طاولة واحدة، يعني ما في خلافات بيناتهم، وهاد بيأكد إنهم عم يشتغلوا على هدف واحد. اتفاقية لوزان وقع كذا شخص، وهن نفسهم رجعوا اشتبكوا بالحرب اللي بعدها. العيال إذا اتفقوا بيكونوا متفقين على إدارة مشتركة رباعية، وما بدهم طرف خامس معهم. لكن شلون بدنا ندخل فيهم معلم؟ نحن بنلعب بالموازين اللي ما بدهم إياها تتخربط. لاحظوا، هنن كتير حريصين إنه ما ينمسكوا عساكرون، وبيخافوا من تتر أغلو، لأنه تتر أغلو إذا نجح بإنه يمسك واحد من عساكرون راح يضغط عليه وياخد كل المعلومات منه ويهددهم فيها لينبذوا اللي بيطلبوا، وبهالطريقة بيخلي CIA ترضى عنه. شو من شان الباص؟ هزار بأغلو ناوي يعمل تفجيرات بالبلد حتى يساوي فتنة ويخربط نظامه، وبهالحالة بيحط نظام جديد بيناسبه، طبعا بالشروط اللي بده اياها. بس انا شايف انه هذا سبب الخلاف اللي بينه وبين العيال، ومشان هيك ما راح تزبط معه. معلم شو بدهم يعملوا بالموانئ؟ تتر أغلو رد على نصيحة رفقاته الامريكان وبلش يشتري المواني واحد ورا الثاني ليسيطر على الاستيراد والتصدير ويمنع نقل البضائع.
وهيك بيصير المسيطر الوحيد على البضاعة الفايتة والطالعة من تركيا، وفوق الإيرادات اللي ممكن تجي من تجار الممنوعات وغيرهم. معلم، شو قصة الشاب القاتل اللي استأجروه؟ ظافر عم يبعت رسالة للناس اللي باعوه، طبعاً ليثبت لهم إنه هو بيملك القوة، وهيك بيصير عنده زباين جدد، وبالتالي بتزيد مبيعاته للسلاح. وشو هي قصة مورو يا معلم؟ المصاري عم تجي من شمال العراق وعم بيصير لها قيمة بتركيا، والوسيط هو كرجداغ. مورو مو من زلمون، وبسبب العملية اللي نفذناها تخلخل نظام الأمن عندهم، وليرجعوا أمنهم اختاروا المنظمة لتساعدهم. معلم، نحن وقفنا شغل مورو بالنقل مع كارجا داك، وفجأة صار يشتغل بتجارة الأعضاء. بتذكر قلت لنا أنه هالتجارة اختصاص عيلة كاشكار. بهالزمن هاد كل شي تغير، ما في شي عم يضل على حاله. وإذا بتسأل عن اللاجئين ومين بيدخلهم على البلد، فهو هزاربي، ويلي بيخطط لهالشغلة هنن رجال مورو، ويلي بيتاجروا بالأعضاء عائلة كاجاكار. الضحية اللي بتوقع بإيدهم، واحد بياكل لحمة، وواحد بيشرب دمها، وواحد بيعمل جلدة دربكة. بس خططهم أكبر من هيك. بعد ما يجيبوا اللاجئين من برا لهون، وبعد ما يسافرون لأوروبا، بيجبروهم إنه يبيعوا مخدرات بالشوارع، وإذا ما قدروا يرجعوهم بيطلبوا رعايتهم عن طريق المنظمات الاجتماعية، وهيك ما بيخلوا على شغلهم غبرة. قلوب هدول الناس شبعت موت وهنن عايشين، بيملكوا عشرات الملايين، بس ديونهم للآخرة يوم ورا يوم عم تكبر. مو بس اللاجئين عم يرضوا بهالشي، كتير من شعبنا رضيانين بس لحتى يحصلوا كم ليرة ليشتروا فيها لقمتهم. في بيوت قلبوها كنايس ليعلموهم فيها الدين عن طريق المبشرين. حكي تركي عن الإنجيل له علاقة؟ بتوقع هيك. طيب وشو هدفهم معلم؟ مثل ما قلت، الضحية. تركيا اليوم هي الضحية. واحد سطح على الأرض، والتاني غمض له عيونها، والتالت ربط له رجليها، والرابع جهز السكين. شو فينا نعمل معلم؟ نحن مو جمال ولا غنم يا ميماتي، والديب ما بيصير ضحية. لشوف مورو وين عم بيعمل عمليات الكلية. والله ما بعرف يا معلم. انت بتعرفني شي؟ لا والله. منيح، هلا رح تعرفني. انا عبد الحي. العمليات وين عم يسووها؟ صدقني ما بعرف.
ابني ما في أخبار عن أم علي وأبو علي، شو أحوالهم؟ وين أراضيهم هلأ؟ يلي بعرفه يا أمي إنه أمه العلي ماتت، وغير هيك ما بعرف شي. مساكين، قديش تعذبوا بحياتهم. حفيدك البطل نعسان نايمي؟ ليش امتى حفيدي البطل ما كان نعسان؟ حط لي اياه هون. حبيبي حبيبي نازك خانم، نسيتني والتهيت بحفيدة. مو بس نسيتك إلك، نسيتني إلي كمان. شو بدنا نعمل؟ يلا منسر أنا وياك لحالنا بابا. قلي ليش مهموم كل هالقد؟ شلون بدك ياني يا بابا والإرهابيين ما عم يشبعوا من شوفة الدم؟ كأنه بيعشوا هالمنظر. دمروا بيوتنا وقتلوا أهالينا وحرقوا قلوبنا، يعني لإمتى أعدائنا بدهم يسلطون علينا؟ برأيك نحن ما دخلنا والحق مو علينا؟ نحن ما قلنا أي علاقة باللي صار؟ والعدو هو عم يجند شبابنا ليحاربونا؟ لازم نحاسب أنفسنا قبل ما نحاسب غيرنا. هدول الشباب أولادنا، ونحن على أي مبادئ ربيناهن؟ شو عملنا لمستقبلهم؟ شو قدمنا لهم؟ الإنسان لما بيصير إرهابي بيكون السبب نحن، وما عنده أي قناعة بحياته القاسية. وعم تسأل حالك مين صنع الإرهاب وبعته لبلادنا؟ بابا معظم هدول الشباب تعلموا، طلعوا مهندسين وأطباء ومحاميين ورجال أعمال، ووصلوا لأعلى مراحل الدراسة. الدراسة مو مثل التربية، هاي شي وهاي شي. التربية المثالية بتعلمهم كيف يحبوا الناس، أما الدراسة شي تاني. من زمان كان في سلطان تعب كتير هو يحاول السيطرة على مملكته ويقضي على المتمردين ببلده، وبالنهاية قدر يمسك المتمردين، ولما وقفهم بساحة الإعدام عفى السلطان عن ولد عمره 13 سنة، والولد كان ابن رئيس العصابة، وقرر السلطان انه يعلم هالولد مع اولاده ويربيه معهم. بس الوزراء اعترضوا وقالوا له يا سلطاننا المبجل، مهما حاولت تعلمه وتربيه اصله رح يدفعه للعصيان ورح يطلع مثل ابوه ورح يعمل لك مشاكل كتيرة، ورأينا انه انت بغنى عنا. طلع السلطان بوزرائه تطليعة سخرية من حكمه الظالم على الولد، قال لهم أنا بدي أتبناه ورح أهتم فيه أكتر من أبوه لو كان عايش، ورح أحبه مثل ابني وهو رح يحبني ورح يحب الناس. ومرت سنين وكبر ابن المتمرد وطلع إنسان صالح، ووصل لمجلس الوزارة وصار يقدم خدمات كبيرة لكل شعب وطنه. هذا هو الحل للمشاكل يا ابني، الفصل بين الصالح والفاسد، وإخراج الصالح من بين الفاسدين، ومحاولة إصلاح الفاسد وتوجيهه للخير. إذا فكرت تصلح الدولة هيك صلحها. الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. حكيت اليوم مع أنور
وقال لي انه قدم طلب على قرض من بنك دبي وفي احتمال كتير كبير يوافقوا عليه. شو بده يرهن مقابله؟ انا ما بعرف، بس وقتها منلاقي حل. ولا يهمك، بعتقد انه كل امورنا رح تنحل بعد ما ناخد القرض من البنك. ان شاء الله يا جودي. شو بك؟ عم تفكري بشي تاني؟ لا ما في. بتعرفي شو؟ ما توقعت انك رح تكوني سعيدة بالرغم من ظروفك الصعبة. كلامك هاد فرحني وما ضايقني ابدا. وانا كمان فرحان بوجودكم ولانه التقيتوا بنقطة مشتركة. حياتي انا كتير بحبك. انا لسه بدي اكل شرحات. تاكل لجبلك؟ باكل. بدك مع مرقة؟ طبعا. مراد علمدار بيعرف باجتماع التخلي عن السلاح. ليش الكل عم يسألوا نفس السؤال؟ الفضول. حبيت اعرف ردة فعله لما سمع الخبر. ما عنده علم بالاجتماع، هلا بخبره. بتوقع إن ردة فعله رح تكون إيجابية. معلم، كل اللي بعرفه انه في عنده اثنين بيشتغلوا معه، واحد بيهتم بشؤون المرضى وعلى الاغلب هو الدكتور ومطرود من النقابة. شو اسمه؟ بينادوله دكتور، ما بعرف شو اسمه. والتاني؟ تقريبا هو المسؤول عن كل شيء، بيرتب الامور بالمستشفى والمرضى والمصاري. شو اسمه؟ بيقولوا له تعبال، بيعرش على رجله، ولا مرة سمعت اسمه. كمل. هذا كل شيء بعرفه. فكوه وتركوه يروح. بترجاك خليني هون، إذا شافني مورو بيقتلني. إذا لقى عندك كلية تناسب حدا أكيد ما رح يقتلك. Thank you.
شو عم تعمل هون؟ قالوا لي جدول المناوبات تغير واجيت اتأكد بنفسي. ايمتى فتت بالضبط على هاي الغرفة؟ قبل يومين خبروني مشان اجي اليوم وناوب هون. طيب رح سجلك على ورقة مواعيدك مناوباتك. صحيح انك قاعد هون لانه ما عندك بيت ولا انت اخترته؟ ليش مو عاجبك؟ بلا عجبني بس انا مالي متعودة على هالجو. بحس بالراحة هون. المقر تبعنا كتير كبير، اذا بدك منخصص لك طابق. المقرات ما انا امنة بالنسبة لي. اي معك حق، لانه ابي انقتل بهديك الاماكن. ايه وشو هو جدول اعمال العائلة الكريمة؟ هالمرة دخلوا بعمل خيري كبير. استني انا بقلك، جمعية حماية النباتات النافعة باثيوبيا، لا منظمة حماية المحار وكافة الحيوانات البحرية الموشكة على الانقراض في المحيط الهندي. اذا سووها بتركيا انا متأكد انها ما راح تفيد تركيا بشي، وإذا فكروا يأسسوا جمعية لحمايتنا بتركيا وقتها رح نعيش خالدين. لا عن جد هالمرة هو عمل خيري. شو هو؟ أثرتي لي فضولي. أسسنا جمعية مراد، هدفها الرئيسي تخلي الأفراد عن السلاح، وبكرة عنا مؤتمر صحفي. عندكن؟ أنت ومين؟ أنا وإنجي وفؤاد ويلجين يلدز أعضاء أساسيين، ومع الزمن بينضم لنا ناس تانيين. مثل ما بتعرف انتحار مرته لفؤاد وقتل بابا بمكتبه كمان خلانا نفكر بانه. حكيتي بهالموضوع مع عمك؟ طبعا، وكمان هو طلب مني انه قلك. اصلا الكل قالوا لي اني قلك، ولهذا السبب اجيت اليوم لعندك. الكل؟ يعني انجي وفؤاد قالوا لي كمان. بدك يعني يصير عضو بجمعيتكن؟ ليش تضايقت كل هالقد؟ ماني متضايق، انتي بنت ذكية كتير وما بدك مني اقلك شو لازم تعملي، بس انا ما رح اقلك برافو على اللي عم تعمليه. عم تأسسي جمعية لنزع السلاح من عائلة اوغلو وهي بتتاجر فيه. هن لا بيتاجروا بالسلاح ولا شي، بس الناس هيك بتقول، بيحبوا يطلعوا الاشاعات ويرموها، ونفس الحكي نقال عنك بس انا ما صدقت. برأيك ليش ما صدقتي؟ لأنه ما بدر منك أي إساءة لحدا، وأنت حميتني وقت كنت بحاجة إلك، ورح ضل أحميكي. ما رح ضل أحكي بالموضوع أكتر من هيك، بس بتمنى أنك تبعدي عن هالعيلة هي. أنا حابة أعمل مشروع يكون مفيد ينفع الناس ويقدم لهم خدمات، بشو بكون غلطت أنا؟ بدك تعملي مشروع يفيد الناس؟ ايه بدي. طيب شو رأيك تهتمي باللاجئين؟ وليش لا؟ كيف هالشي؟ كتير من الناس بيهجروا بلدهم وبيروحوا على الغرب لأوروبا على الأغلب منشان يحسوا بوجودهم كبشر، ويقدروا يأمنوا لأولادهم لقمة أكل ومستقبل منيح، حتى لو اضطروا يبيعوا أعضاء جسمهم. ونتيجة لهالشي الآلاف من الناس عم يتعرضوا للموت بإرادتهم هنن، وما حدا عم يسأل عنهم. وكمان الآلاف منهم بيصيروا لاجئين وبدون وطن ومتمنين يرجعوا. بس مو معقولة إنه ما في ولا منظمة بتهتم بموضوع اللاجئين. بعض المنظمات رافعة شعار حماية الناس، يعني تمويه، بينما هي بتكون عم تتاجر فيهم. مثل منظمتكن بتتاجر بالسلاح وبتطلب من الناس يتخلوا عن السلاح. لازم ننضم لمنظمة هدفها حقيقي، على الأقل بس مشان نساهم بتأمين لقمة الأكل لهدول الناس.
عجبتني الفكرة. شو محمل معك؟ ومين حضرتك؟ بتعرف انك عم تهرب وبكل وقاحة عم تسألني مين انا؟ لمين هاد المازوت؟ بتعرف اني عم هرب وما بتعرف لمين هالمازوت؟ من اليوم ورايح ما رح نخلي ميماتي يتنفس. يلا بسرعة ولا الشباب يطلعوا بالشاحنات، وانت اطلع بسيارتك والحانة. مرحبا اخي حكمات، صحة وهنا ان شاء الله. تفضل اياد افطار معي. اسمح لي اعرفك على صديقي غورهان. تشرفت بمعرفتك. وأنا؟ تفضل. تشربوا شاي؟ ايه والله بنشرب. اياد حكالي كتير عنك. ان شاء الله يكون بالخير. غورهان بيدرس علوم سياسية وكتير بتهمه قضايا البلد، وقد ما حكيت له عن اهتماماتك حاب يتعرف عليك. أما جبته وأجيت لعندك. حقيقة إلي اهتمامات كتيرة بس البلد أهمهم. بلدنا هو الأساس. البلد هو نحن. تعرف شو اللي بيزعجني أكثر شيء؟ لما بيجوا الشهداء بتوابيت مغطاية بالأحمر، أمهاتهم بينوحوا وآباؤهم بيصيروا يبكوا، والشباب بيصرخوا الشهيد ما بيموت، ونحن شو نعمل؟ نضل قاعدين قدام التلفزيون ولا نطلع على الشارع ولا نروح نتخانق مع جيراننا ولا نتطوع بالجيش؟ نعمل كل شيء إذا اضطرينا. ممكن نعمل كل شيء، بس إذا صرخنا مين ممكن يسمعنا؟ جيراننا اللي كنا نتخانق معهم كل ما تضايقنا. وإذا فكرنا نتطوع ليش؟ في عنا 200,000 عسكري. تعرف وين المشكلة؟ وين؟ إنه جيشنا مدرب على محاربة الجيوش مو على محاربة الأفراد. عساكرنا على طول فاضيين ومو ملاقيين جيش معادي ليحاربوا. مو حرام شبابنا ينقتلوا بهالطريقة؟ كل دول العالم عم يأسسوا وحدات خاصة ليحاربوا الإرهاب فيها، ونحن منأسس هيك وحدات ومنرد من الغياب حجة سوء الأوضاع. شو بتقصد سيد حكمات؟ فهم علي. نحن كان عنا وحدات خاصة، وهي الوحدات مخصصة لمحاربة الإرهاب، وكان في كمان شبكة استخبارات مخصصة لهذا الموضوع، وفي أشخاص بيعرفوا المنطقة كتير منيح. ولما بلشوا هالأشخاص يعرفوا مهماتهم بشكل جيد وقدروا يفهموا الفكر المشوه للإرهابيين، لغوا كل شيء
وين صاروا هالأشخاص؟ عم ينظموا السجلات بالمخافر. وشو السبب؟ السبب إنه عندهم أخطاء. طب معقول نعالج الخطأ بخطأ؟ طيب ما في طريقة نحارب فيها الإرهاب؟ أبداً. نحن بس منقدر نعطي مسكنات، بس ما منقدر نستأصل الورق، وهي مجرد محاولات. الإرهاب ما رح نقدر نقضي عليه إلا إذا توحد شعبنا. هذا هو ربح اليوم. لازم نشتري أسلحة. رح نشتري وأفضل الأنواع. هالأرباح محرزة كتير، شو بدنا ندفع بالمقابل؟ خدمتنا طول هالسنين معقول ما بتكفي؟ بدك تفهمني شو يعني اختفت الشاحنات؟ ما بعرف كيف اختفت ميماتي بيك. من بعد ما طلعت من الميناء ما عاد سمعنا أي خبر عن الشاحنات أو عن الشباب، وأنا بظن إنه في مخطط كبير لتخريب شغلنا. عم قول لو نتخبى لفترة صغيرة. بلا حكي فاضي، هالشغلة هي شغلة تهريب كم شاحنة مازوت. بدك نعلق مع الدولة؟ والله العلقة معهم مانا سهلة. هاي مو شغلة الدولة، لو هيك كانوا قبضوا علينا. أنا متأكد إنه في حدا ورا سرقة بضاعتنا. معلم لو ما علقنا مع بولوت، شوف التمن اللي دفعناه. كتير منيح، خلينا نروح مشان نشرب قهوة عنده. اسمع، اصحك تختفي مثل ما اختفى المازوت. لسه في بيناتنا حساب لازم نخلصه. ايه يا شريك، هلا انتهت مهمتك؟ لانه اجى المعلم راح يستلم شغله. كمال بيك هو المدير الجديد للموانئ. شرفتنا كمال بيك. بدك نصيحة من اخ لاخو؟ اذا عندك مرة لا تجيبها لهون، لانه ما في مرة بتفلت من ايديه. أنا كتير حريص إنه الأمور تمشي بشكل صحيح وما يصير أي خطأ. ولهيك بطلب من كل واحد منكم يبقى على وضعه الحالي. شايف لك بلش بالأوامر من هلأ، بس أنا حذرتك. قراراتي نهائية، ما بحب حدا يراجعها، وما بعيد الكلام اللي بقوله. بابا ما عم بقدر صدقك. عمل مثل ما قلت لك، منحكي بعدين. 100 مرة قلت لك لا تفوتي على مكتبي بهالطريقة. طيب قدي صار لي عم بطلب شوفك؟ شرفي عادي، بس احكي بهدوء، شو مشكلتك؟ بابا نسيت انه انا بنتك؟ عم تحمي اللي عم يخونني ويضربني؟ واللي خلى بنتك تصير مجرمة؟ انت ليش عم تدعمه لك كمال؟ انجي لازم تفهمي، انا عم اعمل كل جهدي حتى احميكي واحمي عيلة تتر اغلو. انا ما بدي اولاد هذا الطفل، ما بدي اشوف وش كمال بحياتي. لا تنسي انه انا ابوكي، ما حدا بالعالم ممكن يتمنى لك الخير قدي يا بنتي. كمال بيعرف كل اسرار عيلتنا، تقليعه مو بهالبساطة. أسرار العيلة أهم من مشاعر بنتك؟
عيلتنا ومستقبلها أكيد هي أهم من مشاعرك. أنت هلأ متضايقة، بكرة بتروقي وبس تصيري أم رح تفهمي شو يعني عيلة. معك حق بابا، رح صير أم، بس ما بعتقد أني أفهمك وما رح سامحك.